ده شاوه طبعا، انا دلوقتي بعاقبه، حطه في قفص لوحده لان هو بدأ يضرب اخواته وبدأ يهاجم العصافير في الاعشاش الاخرى. انا مش حاطط له اكل طبعا، نوع من انواع الترويض. هو طبعا بيحاول يلاقي مخرج من القفص، طلع دماغه من القفص زي ما احنا شايفين. للأمانة يعني هو ضرب العصافير ضرب مبرح، مش هادي بالمرة، حتى أنا لما جيت أمسكه بدأ يعض ده طبيعي. شقاوة دي بنت على فكرة، وللأسف هي من الطيور الغريبة عندي يعني.